من فاجعة ليبيا إلى كارثة المغرب، زلزال الحوز لم يضرب البلاد في مكان غير متوقع فقط، بل أيضا في أهم منطقة سياحية مراكش، عمود السياحة في المغرب. كان من المفترض أن تستقبل موسمها هذه الأسابيع وتجد نفسها الآن مضطرة لتضميد جراحها. في انتظار تقارير البنك الدولي التي من المتوقع لا تتأخر، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تحصي الخسائر المغربية 8% من ناتج البلاد المحلي الخام هذا العام، أي ما يصل إلى 10 مليارات و700 مليون دولار. التحدي الذي ينتظر المغرب بعد رفع الركام ودفن جميع ضحايا الزلزال لن يقتصر على التكفل بمن فقدوا كل شيء، بل على إعادة الحياة لمراكش التي بدأت كغيرها من نقاط الجذب السياحي طريق التعافي من تداعيات جائحة كورونا. مراكش المدينة لم تتضرر، 99% من مبانيها سليمة بشكل كامل، لكن عودة السياحة للمدينة يحتاج إلى الثقة والأمان وللمزيد من الوقت، وهو ما زاد من مخاوف إلغاء الحجوزات، خاصة وأن مراكش كانت تستعد لاحتضان أحداث مهمة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.